88 انتهت ولاية أمين جميل وعين قائد الجيش رئيس حكومة انتقالية، وهيك بلشت مسيرته السياسية. بوقتها كان لهم سورية بلبنان من 76، وصاروا بعدين محتلين معظم البلد ومسكين قراره السياسي الرسمي، وباقي من المدفون لشارع مونو وشقفة من جبالنا الغربية تحت سلطة القوات. بال89 أعلن حرب التحرير على الجيش السوري، حرب الكل بيعرفها صعبة من وراء فرق موازين القوى، بس كانت حرب الكرامة والعنفوان، كانت حرب التحرير. من بعدها جرب يضم الميليشيات بالجيش، ما عجبته القصة لسمير جعجع بوقتها، ما بيكفي خلق شعبية مش متوقعة وكل جمعة 40-50 ألف نسمة بيطلعوا يبيعوا ببعبدة، جاي يقشطوا سلاحه ويضموا للجيش، قام حاربوا وسميها حرب الإلغة. أكيد ما حدا ربح، الكل خسر والمنطقة الحرة تقسمت. ما كنا عارفين، بس هالحرب كانت بداية نهاية نظام لبنان اللي بنعرفه. ب 13 تشرين فاتوا السورية على المنطقة الحرة بمساعدة جعجع، ونفي ميشيل عون على فرنسا. بقي هونيك 15 سنة، بس العنفوان والكرامة والوطنية اللي زرعها بشعب بكامله بقيت عايشة. كنا نعلق صوره أو نكتب اسمه على الحيطان، وتلحقنا القوى الأمنية وتسحبنا من بيوتنا بعد نص ليل. ولك مدام طلعوا قانون يمنع الزمور ترتتتا، كنا نتظاهر بالجامعات وعلى الطرقات، كنا عشرات وأوقات ميات، ثلاث كلمات على لساننا: حرية، سيادة، استقلال، أو إيه ويلا سوريا طلعي برا. والناس قلنا عم تحلموا. 15 سنة نضال وأكل قتلة وتضحية وقهر، قبضنا حقهم بال2005 لما رجع من فرنسا بعد الخروج السوري رغم كل العرائيل. عزلوا الباقيين، جوابهم بتسونامي الانتخابات النيابية، وبرضه خلوه برات الحكومة. فرض حاله وبال2007 تنازل عن الرئاسة بالدوحة لأنه طول عمره همه الجمهورية مش رئاسة الجمهورية. بال2016 لصار رئيس وتعهد معركة التحرر ومحاربة الفساد وبناء دولة القانون رغم كل العرائيل والصعوبات. دافع عن كل يلي بيختلف معهم لما الخارج تعرض لهم، بس هن ما بيدلوه إلا بسكاكين بالظهر وبالوجه. مش مشكل، لبنان بيستاهل. نحن ولاده، اسمنا التيار الوطني الحر، والكل بعيطولنا العونيه.